ايها الاخوة الاحباب، علم العالم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد احرز الشرف. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف، فانصف العلم انصافا وقال له باين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. وقالوا عن الرجال رجل يدري ويدري انه يدري فذلكم عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلكم جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلكم مكابر فامقتوه. ومعنا بفضل الله ولو نزكيه على الله، عالم يدري ويدري انه يدري فذلكم الشيخ المحترم عبد الغني العقالي ابن البداري اسيوط، فاستمعوه. فليتفضل الشيخ عبد الغني مشكورا ماجورا. ولك الشكر حمدا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تذل لذلك أهلا. ونصلي ونسلم على هادي الخلق وحبيب الحق وسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل سلام لهم في اسمهم نصيبا، فممن يلقون الضيف بالترحاب والتحايا، ولله الحمد أهلنا وأصهارنا وأحباؤنا وأحبابنا. طوقوا شعب أسيوط من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، بجميلين من ضمن الرصيد الواسع. أول مرة دبت قدماي إلى هذه البقعة الطيبة المباركة كانت دعوة كريمة في حضور فضيلة مولانا الشيخ محمود الشحات محمد أنور، ثم أعادوا علينا الكرة كرما وفيوضات، فوجهوا لنا الدعوة لنحضر مرة أخرى في هذه الليلة. وهذه الليلة نحسبها عيدا من أعيادنا، حيث حل بأرضنا وبقعتنا المباركة قارئنا الكبير وأحد أعلام التلاوة في الأمة الإسلامية كلها، فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطارودي. وشيخنا بعيدا والله عن النفاق والمجاملات، بذرة طيبة لأسرة كريمة لن تجد لها مسمى إذا أشرت إليهم كبارا وصغارا ذكورا وإناثا إلا أن تقول عنهم هم أهل الله وخاصته، وببركة القرآن فلهم باع طويل ورصيد ضخم تواصوا عليه وتوارثوه جيلا من بعد جيل، جدا وجدة، أبا وأما، أخا وأختا، ابنا وبنتا، وما زال الخير وهو موفور حتى في الحفدة والأحفاد. فأسأل الله أن يجزي آل الطارود عنا وعن صعيد مصر وعن مصر كلها وأمتنا الإسلامية وأمتنا العربية خير ما جاز أهل القرآن وخاصته.
وبعد، نحن هنا في أسيوط عندنا من أدب الاستماع والإنصات لكلام الله، ولكن لشدة اشتياق الأرواح لفضيلة الدكتور، وهي رحلة طيبة في بلدة طيبة ورب غفور، لشدة الأشواق باحت، ووجدنا في هذه الليلة مظاهرة في محبة شيخنا الكبير. نعم، ونحن نقول يا إخوان هذا شيء طيب ونرضاه ونرتضيه، لأننا اليوم في احتياج إلى همة صاحب الحال لا إلى لقمة صاحب المال. أصحاب الجيوب يختلفون تماما عن ملاك القلوب، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. اختيار مولانا لنهاية سورة الكهف طلبا ورجاء من الله العلي الكبير أن يسكننا الجنان، ثم إذا به يستفتح سورة مريم. وسورة مريم هي سلوى الحزين، وخير ما نتلوه في أفراحنا. نعم، لكل مقام مقال، وهذا يدل على مكانة شيخنا وعمق فهمه وعليا علمه ودرجات يقينه، فأسأل الله له الزيادة إن شاء الله. مريم، وكلكم أهل علم واطلاع ودين والتزام، هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى خصوصية لم تنالها امرأة من قبل، مع أن القرآن تكلم وفيه سورة النساء الكبرى وفيه سورة النساء الصغرى وفيه سورة التحريم تحكي عن مواقف عائشة وحفصة ومارية، وفيه في سورة النحل إشارة إلى المرأة ريطة بنت سعد التي كانت تغزل طوال النهار وفي نهايته تفك ما غزلت. نعم، وأشار القرآن تلميحا إلى زينب بنت جحش أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كانت إشارات لأمنا حواء وللسيدة هاجر وللسيدة سارة، فالقرآن أشار تلميحا جملة وتفصيلا إلى كثير من النساء عبر كل العصور وخلال تلك القرون، لكنه لم يتحدث صراحة ولم يذكر اسما كاملا إلا السيدة مريم عليها وعلى ابنها السلام. أيها الأكارم، السؤال: لماذا خص الله مريم بالذكر في خير كتب الله، خير كتاب أنزل على خير نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا؟ لأن قصة مريم تتعلق بمسألة الخلق وقدرة الخالق. شاءت إرادة الله العلي الكبير أن يوجد آدم من غير أب أو أم، فخلق آدم عليه السلام، ثم شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يخلق من ضلع آدم الأيسر حواء أم البشر عليها السلام، فاستخدم الذكر
دون وجود أنثى فهي أول أنثى في التاريخ كله. ثم جاء الشق الثالث في مسألة الخلق والخلقة، فأنبت الله من آدم وحواء نباتا حسنا فرزقهما بالاثنين توأمين مع كل بطن لأمنا حواء ليكثر العدد ويحصل التجانس مع التكاثر ويعمر الكون ويحفظ النسل. فساق الله عز وجل إلى آدم وحواء قابيل ولينا، ثم كانت البطن الثانية هابيل وليا، وجاء الأمر أن يتزوج الذكر الذي نزل في البطن الأولى بالأنثى التي نزلت في البطن التالية، وأن يتزوج الذكر الذي جاء في البطن التالية الثانية بمن نزلت مع أخيه توأمته في البطن الأولى. وحصل الخلاف وأنتم تعلمون القصة كما ذكرها القرآن المجيد. إذن أنبت الله من آدم وحواء عليهما السلام الذرية الطيبة المباركة، وتوالد النسل، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن في هذه المسألة خلق الله في وجود رجل مع امرأة، في البداية كن فيكون، إن مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في الخلقة. خلقه بقوله كن دون احتياج إلى ذكر أو أنثى، وكانت المرتبة الأولى. ثم خلق في وجود الذكر آدم عليه السلام أمنا حواء دون احتياج إلى أنثى، وكانت هذه هي المرتبة الثانية في مسألة الخلق. ثم أنبت الله ما بين آدم وحواء الأبناء والذرية، بنين وحفدة، في وجود ذكر ووجود أنثى. ثم تبقى الركن الرابع في مسألة الخلق والخلقة، أن يخلق الله في وجود أنثى دون أن يمسها ذكر، فكان اصطفاء الله لمريم بنت عمران عليها السلام. سورة مريم استهلال طيب وآية كريمة. فاسمعوا يا عباد الله جانبا حتى يسترد شيخنا المبارك أنفاسه، فقد أثقلنا عليه بطلباتنا، منا من يطلب المقامات ومنا من يطلب القراءات، والرجل كعادته يبتسم لهذا ويلبي دعوة هذا ويتواضع أمام أوامر هذا، ولذلك تعلقت القلوب بشيخنا الطاروطي. أسأل الله أن يطيل لنا عمره وأن ينفعنا بعلمه، وبارك الله فيه وفي تلاوته وعلومه وجهوده، وبارك في تلاميذه ومريديه، فهو صاحب بصمة طيبة في علم التلاوة. نعم، سيدة مريم اعتزلت بني إسرائيل ونصبت لنفسها خيمة بين المروج الخضراء، جعلت لنفسها خيمة واختارت مكانا بالقرب من بئر، لأن الإنسان دائما في احتياج إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. في صبيحة يوم من الأيام حملت جرتها وانطلقت لتملأها كعادتها في كل صباح، فلما وصلت إلى مشارف البئر أحست، وهي الوحيدة في المكان وهي فتاة عذراء تخشى حتى من الهوى الطائر، أحست صوت أقدام
تستقر من خلفها على الأرض. أعيروني انتباهكم، لم تسمع صوت أقدام تسير على الأرض، سمعت صوت أقدام تستقر من خلفها على الأرض، فامتلئت خوفا لأنها تعلم يقينا ألا يوجد أحد في مثل هذا المكان غيرها، فلا أحد يؤنس وحدتها، وهي تخشى على عزرياتها. فالبنت مهما كانت ضعيفة وفيها المطمع، وهذه بين المروج هربت من بني إسرائيل وطغيانهم واتهامهم للأبرياء طوال عهدهم، والكفر كله ملة واحدة في أي وقت وفي أي زمان. فلما أحست بأصوات تستقر من خلفها على الأرض امتلئت خوفا ورعبا، ثم التفتت لترى الحدث. في أول الأمر لم ترى شيئا، ثم بدأت عيناها تتعودان الضوء الشديد والنور البهي الكريم، ثم فوجئت برجل يقف ما بين السماء والأرض، فدققت النظر إلى وجهه، هي لم تراه من قبل، لكن في وجهه عزة من يعبد الله منذ ملايين السنين. فلما رأى حالة الرعب وقد تمكنت من جسدها، أراد أن يضفي على المكان حالة من الأنس، فقال لها: السلام عليك يا مريم. إذن هو يعرفها ويعرف اسمها، لكنها لم تعرف ولم تراه من قبل. فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هل أنت ممن يتقون الله ويعرفون الرحمن الرحيم حتى تكون بيني وبينك وقاية، حتى لا تمسني بضر أو تطمع في بغير حق حقيق؟ قال لها: يا مريم، إنما أنا رسول ربك. فرحت، انشرح صدرها، إذن لم يخب مسعاي، أنا رأيت النور البهي في ذلك الوجه المشرق، فعرفت أن الأمر فيه خير وفيه حالات من الكرامة والأضواء. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فكرت وصرحت في بداية القول، إذن هذا هو الملاك الطاهر المطهر، إذن هذا هو جبرائيل كبير الملائكة سفير الوحي سفير الله إلى الأنبياء والرسل والعباد الصالحين والإماء الصالحات. لكنها انتبهت أنه يقول جاء خصيصا ليتسبب أنها تحمل، والبشارة أن الحمل سيكون ولدا، فامتلئت رعبا من جديد. ما تقول؟ أنا فتاة، أنا لم أكن متزوجة، ثم من ذا الذي أتزوجه؟ ثم كيف يتم الحمل؟ وهل هناك زرع بدون ماء؟ هل هناك زرع بدون ماء؟ قال لها: نعم، هذه الأمور توكل لله عز وجل، حيث إذا شاء أراد. كلها أمور بسيطة وهينة ولينة، كل المطلوب منك يا مريم أن تدع الأمر كله لله، سلمي أمرك لله. هي ما زالت في دهشتها ولوعتها، فإذا بجبرائيل عليه السلام يحرك يده في الهواء بقبضة هواء ويدفع بها في اتجاه جيب مريم، فتنتفخ بطنها حملا بعيسى المسيح. ولا تتعجب، فإن الأمر كله لله. نعم. ثم تركها جبريل
وعاد أدراجه إلى مكانه العلوي، فحملت جرتها وامتلأت رأسها بالأفكار وعادت إلى خيمتها. ومرت أيام الحمل 9 أشهر كاملة. لم يكن عيسى وليد صدفة، ولم يكن وليد ساعة، ولم يكن وليد أسبوع. كيف من نزل قبل 9 أشهر يعد نقصا أو عيبا، ورسل الله معصومون من الخطأ كاملون العتاد والعدة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. بدأت هي تفكر وشغلتها الهموم، ما هي إجابة سؤال ابن من هذا؟ كيف تم الحمل؟ إنك فتاة وإنك عذراء ومن بيت طيب، ونحن نشبهك بهارون الرجل الصالح. ثم إن أباك رجل قديس، رجل صاحب علم وصاحب تقى. ثم إن أمك من الطاهرات الأبرار، فكيف تأتين أنت بمثل ما جئت به؟ كل الذي شغلها أن تجد إجابة مقنعة لبني إسرائيل، وهؤلاء قوم البريء عندهم متهم حتى تثبت إدانته، والمتهم عندهم متهم حتى تتم إدانته. لن تفلت من بني إسرائيل البتة أبدا. جلست إلى أن شاء الله صبيحة يوم من الأيام وقد أتمت حملها، وخرجت لتتمشى فوجدت جذع نخلة مقطوع قلبها وأطرافها، فاتكأت عليها وجلست، وبدأت آلام الولادة ولحظات الطلق، وقد أخذتها الأفكار كل مأخذ. ثم إذا بها تحس بأن جنينها قد نزل، وقد نزل عيسى ساجدا لله كعادة الأنبياء، رافعا كفه المضيئة إلى أعلى، وهي تسرح. ما الحل وكيف تكون إجابة السؤال؟ هنا ناداها من تحتها، ناداها هو عيسى، ناداها من تحتها؟ الملائكة الحضور الذين حضروا هذه اللحظة السعيدة. فقد ولد من كتب عليه أن يتحمل آلام البشرية كلها. نعم، ثم وضع يده المباركة على وركها على فخذها، وقال: يا أماه دعي أمرك كله لله، لا تحملين هما، فإذا ما سألك سائل قولي له إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نزل وهو يحمل هم أمة، يقدم لها الإجابة الوافية الكافية الشافية. سبحان الله، فحملته وفرحت به. لم يكن وجهه أحمرا مجعدا كعادة من يلد، لكن وجهه كأنه فلقة القمر. نعم، فأخذته بين أحضانها وشكرته لدفاعه عنها. ثم سمعت النداء من قبل سرادقات الكمال والجمال والجلال: يا مريم، هذا المجرى المائي أجراه الله لك لتتطهري، لتغتسلي، لتتوضئي، لتشربي، ولتشربي ابنك هذا، حتى تستدر الألبان في ثدييك، وهزي إليك بجذع النخلة. ما عليك إلا أن تضعي يدك المباركة على هذا الجذع، فإذا به تخضر أوراقه وتثمر ثمراته وتمراته، وتنزل الرطب الجني لتعوض الدم المسفوح المسفوك أثناء لحظات الطلق وساعات الولادة. وهذا من فضل الله عليها وعلينا وعلى الناس. ثم أقبل بنو إسرائيل يفتشون يتساءلون علهم يجدون مريم. فلما أعياهم البحث وصلوا في فجر ذلك اليوم الذي ولد فيه عيسى،
فوجدوا راعيا للأبقار فقالوا يا راعي البقر هل مرت بك فتاة ترتدي ثياب كذا وكيت وكيت؟ قال لهم أنا لم يمر بي أحد لكن البارحة رأيت شيئا عجبا قمت بمنتصف الليل أطمئن على أبقاري وأغنامي فوجدت نورا يشع من ذلك المكان البعيد وأشار إلى مكان النخلة ثم وجدت أبقاري كلها ساجدة لله. فسار بنو إسرائيل إلى حيث أشار راعي الإبل فوجدوا مريم وابنها كأنه قطعة القمر. قالوا يا مريم من هذا؟ ابن من هذا؟ وكيف جئت به؟ أيوجد زرع بدون ماء؟ أخبرينا، غبت ثم عدت وطوال الغياب حملت ثم أنجبت وهذا ابنك أكيد أبوه من؟ يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا يا مريم أتسخرين منا أم تتهكمين علينا؟ نحن نسألك فتشيرين إلى ذلك المولود الذي ما زال في لفافته وقد ولد منذ سويعات، أيملك هذا دفاعا أو حديثا أو كلاما؟ فأشارت إليه كلمهم يا بني. فانتفض عيسى من حجر أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق وقول الحق الذي فيه يمترون. نعم يا ربنا نشهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد بالنبوة والرسالة، ونشهد لعيسى بالنبوة والرسالة، ونشهد لمريم أنها أهل الاصطفاء لله رب العالمين. فسلام على مريم وسلام على عيسى وسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على سيد الأولين والآخرين. طابت ليلتكم، أسأل الله أن يبارك في ليلة حناء أخانا العريس وأن يبارك غدا في ليلة دخلته وأن يجمع بينه وبين عروسه في خير وأن يصب الله عليهم الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشهما كدا كدا وأن يخرج من بينهما ما يشبه اللؤلؤ والمرجان. طابت ليلتكم ولحسن حظكم معنا شيخنا المبارك نستمتع به. مرحبا بكل ضيوفنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لشيخنا الكريم صاحب الكلمات الجزلة السهلة معنصر الكلمات مرجعية يعتد بها الداعية الإسلامي الكبير بهي المحيا سيدنا الشيخ عبد الغني العقالي البداري أسيوط.